في هذا المخيم الذي تديره الحكومة اليونانية، تكتظ الحاويات والخيام المؤقتة بالأشخاص الذين ينتظرون مصيرهم. فقد تعهدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستقبال 66,000 لاجئ، لكن في العام الماضي لم يحصل على اللجوء سوى 7,200 شخص. ينتظر اللاجئون هنا في ساموس للسماح لهم بالذهاب إلى أثينا لاستكمال طلبات لجوئهم، فالأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم يتم ترحيلهم إلى تركيا أو إعادتهم إلى أوطانهم. أول شيء ضلينا هون، نحن صار لي أنا هون حوالي 3 شهور، في عالم صار لي 10 شهور. طيب هلأ الواحد هون مو عارفان حاله، لا لو ضلان هون لا رجعان على تركيا لا طالع من هون، ليش ما نعرفان؟ والمعاملة أسوأ ما يكون. إجاني رفض، مو بس أنا، يعني بشكل عام للسوريين كلهم بالتحديد الأكراد عم يجينا رفض، وعطونا رفض أنه نحن لازم أنه منطقة آمنة تركيا. نحن تركيا يعني مبينة كلية الإعلانات، وإذا يفتحوا كتب التاريخ أنه عم تحاربنا ولهلق عم تضرب فينا وتقتل فينا، لا ما حد عم يرد علينا يعني. وأكثر العالم يعني ما فيها مرض مرضت هون، لأنه عم نحس حالنا بسجن، سجن مفتوح يعني موت بطيء، يعني إنسان ما له حدا بالدنيا يعني جاي هون يموت موت بطيء يعني. عندما نخرج من هذا المكان يتصرف الناس معنا وكأننا لسنا بشر. تسألنا الشرطة لماذا أنتم هنا؟ عودوا إلى المخيم، لا يمكنكم السير في المدينة، لا يمكنكم شراء الأغراض. تعتبر مسألة الابتعاد عن المخيم كالذهاب في نزهة أو صيد السمك لزيادة وجبة الطعام أو أخذ الأطفال إلى الحديقة العزاء الوحيد للمهاجرين. من المفترض أن يسهل الاتفاق المبرم طلبات لم الشمل. سميرة امرأة فلسطينية كانت تعيش في أحد مخيمات سوريا قبل اندلاع الحرب، أما الآن يعيش 3 من أطفالها في أوروبا. لا يمكنني وصف حياتي هنا إلا بالمعاناة، فأنا أبلغ من العمر 50 سنة وأعيش بمفردي هنا دون أن ألقى الدعم من أحد. أنتظر من يشفق علي ويسمح لي برؤية أطفالي، كل ما أريده أن أضمهم إلى صدري وأشعر بعناقهم لي، فأنا لم أرهم منذ عامين. تقوم منظمة أطباء بلا حدود في جزيرة ساموس بتقديم الرعاية النفسية. للأسف يمر عادة الأشخاص الذين يأتون إلى هنا وينتظرون لفترات طويلة بمشاكل نفسية، لذلك أرى الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد لأنهم يشعرون بأن حياتهم في هذا المكان تشبه العيش داخل السجن. كما يصل إلى هنا أشخاص مصابون بصدمة شديدة إذ يصفون تجاربهم المروعة حقا، كيف قاموا بسحب جثث أفراد أسرتهم من تحت الركام وغير ذلك من التجارب القاسية للغاية، لذلك يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى دعم حقيقي. تضع منظمة أطباء بلا حدود الفئات الأكثر ضعفاً في فنادق، فما يزال حسان وعائلته يقيمون في غرفة واحدة منذ عدة أيام، وسيتمكنون الأسبوع القادم من الذهاب إلى أثينا لاستكمال طلبات لجوئهم. ستذهب سيمولوسا هذا الصباح لترى وينلي، وهي مريضة مصابة بالسل المقاوم للأدوية المتعددة. تؤدي بعض الآثار الجانبية لعلاج السل المقاوم للأدوية المتعددة إلى تضرر حاسة السمع، لذلك نقوم باستخدام لغة الإشارة للتواصل مع هؤلاء المرضى الذين يعانون من ضعف السمع. لغة الإشارة ممتعة للغاية وليس من الصعب تعلمها. كحالة وينلي تتأثر حاسة السمع لدى 25% من المرضى الذين يتلقون العلاج أو ربما يفقدونها تماماً. تم بانتظام فحص حاسة السمع لدى المرضى الذين يخضعون للعلاج في عيادة ماتسافا، وتقوم منظمة أطباء بلا حدود بإجراء أبحاث ميدانية خاصة بفترة المعالجة والآثار الجانبية التي ترافقها. وللحد من العزلة الاجتماعية للمرضى، تشق منظمة أطباء بلا حدود طريقاً جديداً حيث توفر دروس لغة الإشارة. يتم تشخيص 7,000 حالة جديدة من السل في سوازيلاند كل عام، 900 حالة منها مقاومة للعلاج، لذلك في كل مرة يشفى فيها مريض ويستلم شهادة تثبت حالته الصحية الجيدة، يكون هنالك الكثير من الأمور التي تدعو للاحتفال.
بعد 6 سنوات من الحرب حاول 5 ملايين سوري اللجوء في الخارج، في حين بلغ عدد النازحين داخل البلاد 6 ملايين شخص يعيشون في مخيمات مثل هذا المخيم القريب من أضمة الواقع في محافظة إدلب شمال سوريا. لم تكن إصابة هذا الصبي الصغير ناجمة عن قذيفة أو سلاح، بل هي حروق بسبب الظروف المعيشية القاسية للمخيم الذي يعيش فيه الآن. هذا هو المستشفى الوحيد في شمال سوريا الذي يوفر الرعاية المتخصصة للحروق. بصراحة عنا أعداد كبيرة من المصابين كل يوم، عشرات المصابين معظما من الأطفال والنساء. السبب هو المواد الفيول رديئة التصنيع وكمان المدافئ محلات الصنع. فالسخانات البدائية التي تستخدم للطبخ والحفاظ على الدفء في الخيام الصغيرة تؤدي إلى وقوع الحوادث، وهذا الأمر شائع للغاية. تفتح غرفة الطوارئ في المستشفى على مدار الساعة. هناك أيضا غرفة عمليات تم فيها في عام 2016 إجراء أكثر من 4000 عملية جراحية. يصاب في المقام الأول الأطفال دون سن 5 بأشد حالات العدوى بفيروس الروتا الذي لا يوجد له علاج محدد، فلا يمكن التخفيف من شدة الإصابة ومدتها إلا من خلال تعويض السوائل لدى المريض وإعطائه مكملات الزنك. وعلى الرغم من أن معظم الوفيات تكون من الأطفال في إفريقيا وجنوب آسيا، إلا أن عدوى فيروس الروتا تعد ظاهرة عالمية، وهذا يدل على أن ممارسات النظافة الجيدة ليست كافية لمنع الإصابة بذلك المرض. وبالتالي فإن من الأهمية بمكان توفير اللقاح لوقف حالات وفاة الأطفال بالمئات كل يوم. يوجد حاليا لقاحان يقيان الأطفال من الإصابة بفيروس الروتا، لكن ليس كل الأطفال، فكلفة وفعالية هذين اللقاحين وطريقة الاحتفاظ بهما في مكان بارد وكميتهما تعني أنه في كثير من البلدان التي تعمل فيها منظمة أطباء بلا حدود لا سيما إفريقيا جنوب الصحراء لا تكون هذه اللقاحات متاحة لجميع الأطفال، لذلك فهم معرضون للإصابة بالعدوى أكثر من غيرهم. لكن وبسبب عدم وجود منافسة لهذين اللقاحين فلا ترى الشركات المنتجة لهما سببا يجعلها تكيفهما لتلبية احتياجات هؤلاء الأطفال. أنضى مركز بحوث الأوبئة التابع لمنظمة أطباء بلا حدود سنوات عديدة في إجراء دراسات حول أمراض الإسهال في منطقة ماردي النيجيرية، وباستخدام البيانات تبين أن نحو طفل واحد من كل 3 أطفال يحمل فيروس الروتا. وأنهى مركز بحوث الأوبئة ومنظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة في النيجر ومنظمة الصحة العالمية بحثا تجريبيا فعالا على لقاح BRVPV، وهو لقاح جديد أنتجته مؤسسة سيروم إنستيتيوت في الهند، حيث شارك أكثر من 4000 طفل في المرحلة الثالثة من التجربة التي تم إجراؤها لإثبات فعالية اللقاح. وقد أثبتت النتائج التي نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية في 23 من مارس آذار عام 2017 أنها حاسمة من طرق عديدة. أولاً، اللقاح آمن وفعال في أكثر من 66% من الحالات، وهذه النتيجة أفضل بكثير من النتائج التي تم الحصول عليها من خلال اللقاحات الموجودة في نفس المنطقة. ثانياً، هذا اللقاح لا يتأثر بالحرارة على عكس العديد من اللقاحات، فليس من الضروري الاحتفاظ به في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، ويبقى فعالاً لمدة تصل إلى 6 أشهر بدرجة حرارة قدرها 40 درجة مئوية، وإلى سنة بدرجة حرارة قدرها 37 درجة مئوية. لذلك يناسب هذا اللقاح المناطق النائية حيث تكون عملية الحفاظ عليه في درجة حرارة منخفضة أمرا في غاية الصعوبة. ثالثا، تقل تكلفة هذا اللقاح عن تكلفة اللقاحات المتوفرة حاليا، وبالتالي ستكون البلدان الأشد فقرا قادرة على شرائه دون الحاجة إلى الاعتماد على الإعانات التي قد لا تستمر إلى الأبد. تم ترخيص اللقاح في الهند وتم تقديمه إلى منظمة الصحة العالمية للاختبار المسبق. يعد هذا الأمر غاية في الأهمية، فهذا يعني أنه يمكن شراء اللقاح واستخدامه في برامج التطعيم، وبمجرد الانتهاء من إجراءات الترخيص الأولي يمكن حينئذ طرحه واستخدامه على نطاق واسع. إضافة إلى الأثر المباشر الذي سيتركه لقاح BRVPV لملايين الأطفال، فإن نجاحه يثبت أنه من الممكن تطوير لقاح مخصص للاستخدام في البلدان النامية على وجه الخصوص. عندما بدأوا بأعمال القتل أثناء الليل تبين وجود حالات اختطاف وهجوم على الأشخاص في الطرقات.
ربما كان هنالك شخص ما يحاول السفر عندما تعرض لهجوم شنه مسلحون. بدأ الناس يشعرون بالقلق. كنت أنا شخصياً أشعر بالقلق الشديد لأن المنطقة التي كنت أعيش فيها بمفردي محفوفة بالمخاطر. إذ يتعين عليك العودة إلى المنزل قبل الساعة 7، بدأنا نشعر بالقلق إزاء تلك الأشياء التي كانت تحدث مثل حالات القتل أثناء الليل والهجمات على المنازل. كنت في البداية لاجئة في أوغندا، وذلك عندما كنت طفلة. كان ذلك في عام 1992. عندما وصلت إلى هنا شعرت بأنني أعيش الحياة ذاتها، إلا أنني لم أشعر بالكثير من القلق لأن الحياة في ذلك الحين كانت صعبة. حتى معظم أقاربي يكافحون من أجل المجيء إلى هنا، لكنهم لا يستطيعون تحقيق ذلك. وفي هذه اللحظة التي أتحدث بها، ما يزال آخرون في طريقهم إلى هنا يحاولون الوصول إلى أوغندا عبر الكونغو. لذلك عندما أرى هذا البؤس أعلم بأن الأمور ليست على ما يرام. ولأكون أنا سوزان صادقة معكم، أود العودة إلى جنوب السودان عندما يحل السلام هناك. سأذهب إلى جنوب السودان عندما أرى أن مستقبلي سيكون مشرقا، عندما تفتح المدارس وعندما أرى الجميع يذهبون إلى المدرسة، وأكون أنا أيضا قادرة على الذهاب إلى المدرسة. حينها سأذهب إلى جنوب السودان.